نطلعوا لاكابين هنا ونكتبوا المفتاح هذا ونهبطوا لاسيسبونسيون. ومن بعد نبلوكوها منا. بعد جونا نحل نحو السيكيريتي. نجيو للطابلو هذا. هذا يعطيك تاع رجل لاريير ومنها تاع لافون. ولا تخدم منا من جهة اليسرى ومن هيه الفوق ومن جهة اليمين. النقطة هنا هاي تبان منها. نجو لهنا، هنا ما عطاكش تخرج لي بوتر لخاطر عليه ماناش نشوفو في لي بوتر جاي منها، ما عطاك غير طلع لي بي وتهبط لي بي. بصح ما طلع لي بي ما تهبط حتى تخرج لي بوتر وتنحس اللاكس تاع الرجل تاع الطابلة تاع الرجل. نسيو هنايا، هاي باينة واضحة الصورة. نجو سوا رابيد تكسيري الروحة. لا غير بشوية. نجول لهنا نحو هذا اللاكس هذا ونجبد الرجل في الوسط. نفس الطريقة الجهة تاع باش تخرج لي بودر تاع الجهة اليمين لازم تروح للجهة الأخرى. وهذه سوا تهبطهم في ربعة وكيما هكا تطلعهم في ربعة. هنا في التوازن من القدام والاريار تقول لك راها مليحة تقاتل من الجهة اليسرى، يعني لازمنا نهبطو من الجهة الأخرى باش تعود النقطة في الوسط باش يولي هكا ميزان. درس خفيف إن شاء الله يفيدكم. السلام عليكم.